الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آية الذكر الحكيم أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا واتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.